عليكم حياكم الله ومسيكم بالخير. احنا نشتغل في التقييم العقاري، واحنا من اوائل من اشتغل في هذا المجال تقريبا في المنطقه كلها، ان لم نكن الاوائل اصلا. ما ظن حد ان ياسس شركه مستقله في هذا المجال او متخصصه قبلنا. عموما يجينا ناس احيانا، بعض التجار المشاهير منهم، نجي تمر علينا تركات لهم، ثم إلى منا قيمنا التركة وفصصناها، وهذا نكتشف إنه المسكين، يعني مثلا نسمع طبعا من عياله ومن هذا، إنه عليه ديون وعليه التزامات، فيطلع تتبخر الثروة. شيء عجيب، الأموال هذه والسلان ومدري إيش، هذا البنك يبغى له وهذا يبغى ومدري منهم، يتناتفون، ثم ما يبقى للورثة شيء. سبحان الله العظيم. في منهم لا والله ثروته تكفي، يعطون ذا ويعطون ذا ويعطون ذا ويعطون ذا ويسددون ويشيلون ويحطون، لكن يبقى لهم خير واجد. تقريبا ثروة ترى الأول والثاني حول بعض، بس هذا يعني اللي يطلبونه أقل 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 من هذاك بكثير، عشان كذا يبقى العيال ويبقى عندهم خير، يسوون وقف يسوون يسوون. أما الأول لا، ربما حتى العيال ربما يتحملون ديون أبوهم. بهالمناسبة أبعطيكم معلومة مهمة، يعني كل واحد يموت ترى يتقلص من ثروته جزء، شيء غير محسوس ولا ملموس، هذه اسمها السمعة. إذا مات تقريبا هذه تعادل من كثير من التجار وكثير من الناس حتى العاديين ما لا تقل عن 30%. فلو جو هالعيال يتقاسمون، هي وين راحت الثروة؟ هل ما الدراهم وين راحت؟ يبون وش عنده؟ يعني يستغربون. هذه الأشياء هي سبحان الله العظيم لا هي محسوسة ولا ملموسة، وجوده في البيت، وجوده في البيت له قيمة، بس هم مو مدارين عنه، حتى لو كان على الأجهزة وحاطين في خشمه ولا نايم ولا، ترى له قيمة، والبقالة تثق فيهم، وهذا يسددهم وذا يعطيهم وذا ياخذ، وهو في فراشه ما يدري وين الناس فيه. ليش؟ لأنه قيمة سبحان الله. فإلى منه مات طلعت هالبركة ذي. معلومة مهمة جدا جدا للتجار واللي عندهم قريشات وهذا، رتبوا أموركم واكتبوا وصاياكم، لا كذا وانت ما كتبت لا وصية ولا شيء، حقوق الناس والخلق وإلى آخره، ويبلشون عليك. ترى المحاكم سنويا تستقبل 6000 عملية قسمة إرث، متهاوشين العيال على الإرث لأن أبوهم ما رتب الأمور قبل لا يموت. وتستغرق العملية الواحدة متوسط من 8 إلى 12 سنة. تخيل 12 سنة وانت معلق بين السماء والأرض، روحك بسبب حقوق خلق الله، لأنك ما كتبته ولا عطيته ولا قسمته ولا زبطته ولا رتبت أمورك. فاحذر وجهز ملفك. شطحت عن موضوعنا اللي بديته، اللي هو عن التجار اللي يجمعون الأموال ثم إلى منهم ماتوا، بعضهم يصير عنده خير عند عياله، طبعا هو الله أعلم بحاله، لكن يصير عند عياله خير، والثاني يصيرون عياله تحت الحديدة وهو تاجر لا يشق له عنان. طبعا هذا سبحان الله العظيم يذكرك بالآخرة والساعة يوم القيامة. يجون الناس فيجون الواحد بأعمال مثل جبال تهامة، ويعطون هذا ويعطون هذا ويعطون، ثم ما يبقى عنده شيء، فيأخذون من سيئات الناس ويرمون عليه. فانتبهوا. لذلك لازم يكون مشروعك في الدنيا، مشروعك الأول والأخير، إنك تجمع أكبر عدد ممكن أو كمية من الحسنات عشان الناس يحترونك يوم القيامة، عشان تعطيهم. حافظ على حسناتك واجمعها وصرها وجودها، ترى ما يضيعها مثل لسان الغيبة والنميمة. هالشغل في ناس يحترونكم قدام كل واحد وين، بعدين مع وجود الرتويت، وجود تويتر والسناب والتيك توك وش اسمه والواتساب، هالشغلات دي اللي انشر تؤجر دي، وهي كلها كذب وافتراء على الناس. هذه الله يعينكم على حسابها، الله يعينكم على حسابها، خاصة المقاطع اللي فيها ظلم للناس، هذا غاش وهذا، وانت ما تدري والله عنها، بس شو اسمه انشر، بس هذه جهز عمرك لها، فهمتوني؟ جهزوا عماركم للي تنشرونه ذا. يا
يمكن ذكرت لكم من فترة وما يمنع أن نكرر الموضوع. هارفارد مسوية دراسة تقول الرجال لما أنه أقبل على 60 يصير ما يقدر يتسذب هالشغلات هذه، ما يقدر يكذبها، نادر يصدقها على طول المقاطع ذي لحول 60 ذا، سبحان الله العظيم يودع الدنيا اللي كل صبح ينشر هالمقاطع ذي، تراه يحسب أنها صحيحة هالشيبان ذول، وهي تنقص من أرصدة حسناتهم وهذه، لأنه ما يستوعب يعني عقله ما يعرف المزور واللي مو مزور واللي مكذوبة، لا خلاص لأنه يعني بدأ يتحجر في حسبنا صحيحة، وهي تمصط من حسناته وفي ناس ويجهز ويتسثر من الناس اللي يحترونه عند الصراط. الوصايا والموت وهذا نبي نعطيكم سالفة طريفة، وعادة الأمور دي ما يجي فيها طرافة، لكن هذا يقولون في واحد أمريكي جاي يموت وفقير ومسكين وعنده درزن بزرين، والمركان ترى ما عندهم يعني ما يجي عندهم، بس يعني طبعا ما اقول بزرين الرجاجيل، وانه شايب يمجي يموت. الشاهد في الامر جابوا المحامي يكتب وصيته وارتصوا عياله عنده، والرجال يودع خلاص، وقاموا يقول للمحامي البرج الفلاني في المدينة الفلانية ترى لفلان ولده، ابوه يعرف ما عنده شيء، عنده حرارة مصدية، وأنت يا فلان لك المزارع الفلانية، وأنت يا فلان لك المصنع الفلاني، وعيال مبسوطين والمحامي ما مصدق، ويقوم يسجل، وأنت يا فلان عطوا الشركة الفلانية، وأنت يا فلان عطوا كذا، ويقوم يعطيهم ويقوم يوزع عليهم الديرة كلها، وعيال مستغربين، والمحامي جالس يسجل. المهم ويلتفت له المحامي قال وش هالدنيا دي اللي طلعت عندك دي؟ من وين؟ قال أنا طول عمري وعيالي معيشهم في نكت، ما حبيت إني أنا أموت ما فرحتهم، أبى أفرحهم لو بالكذب. السلام عليكم.